يحسن النتيجة. هدف مقابل هدف بعد احداث دقيقة الآن بين اتحاد العاصمة وشباب الوداد. بالنسبة إلينا هذه الأهداف أو هذا الهدف نرضي، نتمنى أنه يكون التكنيك بالنسبة للمباراة ونقدر نشوف مباراة أحسن. كرة طويلة من مسوار خرج الويوضية من بعيد وراء المدافعين ويتمكن شوف 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 صعوبة كبيرة وضعية صعبة وحارس تمكن بس يعدل النتيجة. دخول موفق لهذا الصغير الويوضية اللي يمنح شباب الوداد المدرجات تحية بالهلال الجهة اليسرى بالنسبة لشباب الوداد دخولهم ونحتفل معهم أيضا بهدف التعادل بالنسبة لأنصار شباب الوداد إذا كان ممكن لمعهم. شاكير بن بوليدة يهتز كلية وأنصار اتحاد العاصمة من الجهة اليمنى يتفردون معي كريم بطي ربما يعطي انطباعاته بعد تعديل النتيجة ودخول رويضية. دخول رويضية كان باش يعطي حيوية في القدام باسكو ما كانوا اللاعبين تاع الخط الهجومي كان عوالا ما كانش حيوية. دخل عزيز رويضية أعطى هذيك الحيوية ومازال إن شاء الله باش يدخل رياض الطاره باش يعطي اكثر جانب الحيويه لقدام ان شاء الله. هذا كل سنه تسمع والمباراه تحيه من جديد يا نور الدين. التعادل هدف لهدف بعد مرور 13 دقيقه لعب بين شباب الوداد واتحاد العاصمه. هدف هول رجع عليه الويديه في بدايه هذا الشوط الثاني وانصار شباب الوداد والصور الرائعه التي نشاهدها في المدرجات عندما نشاهدها ونسمع انصار وهو تحت غضب الجزائر ندرك بانه قليله هي الدول والبلدان في العالم اللي عندها جمهور من هذا النوع يتبع ويعشق كرة القدم بهذه الكيفية ويتجاوب مع الكرة ومع اللاعبين ومع النوادي ومع المنتخبات بهذه الكيفية. فعلا صور رائعة جدا يسمعها جمهور شباب الوداد وعندما تسجل اتحاد العاصمة جمهوره يسمع هذه الصور الرائعة جدا بتزيد جمالا ورونقا مباراة كرة القدم. فما بالك بنهائي كأس الجمهورية 38 في تاريخ الجزائر وأجواء كبيرة جدا والمدرجات تهتز مرة أخرى. مرور 16 دقيقة لعب أجواء كبيرة جدا خاصة بعد تعديل النتيجة من طرف فريق شباب الوداد والكرة عن سلمي طويلة البحث عن فيصل باجي.